جمعية هنتلامي فورته ولنجم مينوا احتفلوا يوم الاثنين يوم 10 و 3 نوفمبر في مقر حقهم بالخمسين سنة هنا الانيفرسال هنا مدينة انجمين في جو هنا فرحة وذكريات في الأصوات هنا الأقاني الكونغولي القدام يا اللامي فورتين ولا يامي فورتين احتفلوا بالذكرى الخمسين هنا مدينة انجمينة وده بيقلوا موكت هنا ملاقة المليان بالشعور وكمان يفكروا ذكرياتهم وهيدرو فوق الشخصيات هنا البلد. والمناسبة سمعت للمال الأول هنا مدينة أنجمينة محمد جرمة يذكر التاريخ هنا مدينة. وفي وقت هنا المجلس البلدي الاختراء الرئيس أنجرتا تنبالبال يا اختاروا أسامي كثيرة منا أنجمينة كلها. ودبس الأسماء اللي اختاروا للعاصمة وخيروا فرلامي بأنجمينة. الهيئة الأولية للإعلام الصمئي والبصري الهامة نظمت يوم 10 و 3 نوفمبر 2023 جلسة من خدمة التخص التراش أصول عن الأحزاب ولا المجتمعات السياسية للنظام عن التسجيل في الأنتين عن الرسائل عن الحملة الاستثنائية سنة 2023 يوم 25 نوفمبر يبدو الحملة دي عشان يقسموا سوا الوقت عن الأنتين للأحزاب السياسية الهامة نظمت التراش أصول للنشر في الأنتين هنا الراديو والتلفزيونيات الوطنية التشادية بعد التراش أصور البقى بهدور هنا الهويسي مانزنجار ندو الأولويات بقت من نصيب هنا الأحزاب السياسية البدور نعم يفوز في الريفراندوم البساو يوم 10-7 ديسمبر 2023 الأمين الأم هنت المنظمة هنت التعاون الإسلامية الأوئيسي يسين إبراهيم طه استقبل يوم 10-3 نوفمبر 2023 في المقر هنا الأوسئي في جدة وزير الدولة وزير التعليم الآلي والابتكار هنا تشاد دكتور توم إرديمي الرافق وفد كبير المسائل التنين هجوا في العلاقات القادمة بين الأوسئي والوزارة هنت التعليم الآلي وكمان هجوا في الإمكانيات اللازمة اللي يقووا العلاقات دي وكيف يساهموا في التنمية عن القطاع عن العلوم التكنولوجيا والابتكار يوم 10-4 نوفمبر ده اليوم العالمي عن السكري الخصص لي من سنة 1991 ودي مبادرة هنت الفيدرالية الدولية عن السكري والمنظمة العالمية هنت الصحة وبيحتفلوا أي ما يوم 10-4 أكتوبر تاريخ عن الأنيفرسال عن الميديسين الكنديين فريدريك بانتينغ الاكتشف الانسولين مع زميلة شارل بس في سنة 1922 اليوم العالمي هن السكري ده بقى يوم رسمي للناسيون زيني في سنة 2006 ويتمدو في الجمعية الأمة هن الأمي الإديسيون الخامسة المؤتمر الثقافي فرانكو شينوا بقى في شيغو ولاية جيانزو من يوم 10-2 لحد يوم 10-5 نوفمبر 2023 المؤتمر ده هو مناسبة دبلوماسية خصصوها للتبادل الثقافي والعلاقات بين الصين وفرنسا بمناسبة هنا 60 سنة هنا الانيفرسال هنا علاقاتهم الدبلوماسية المؤتمر ده منظم فوق نشاطات كثيرة منها حفلة هنت الافتتاح المؤتمر الرئاسي الهوار الحفلة هنت الختام عندها نشاطات أدبية ثقافية السينما السياحة المتاهف الفنانين الشباب وأشياء آخرى